اخواني اخواتي، معكم دكتور سمير محفوظ الفيلالي، مختبر محفوظ للتحاليل الطبيه في اكادير. السلام عليكم. في هذه الظروف الصعبه اللي كتمر منها البلاد ديالنا، كنتوجه الزبناء ديال المختبر وجميع الناس باش نقول لهم ان المختبر محفوظ غيساهم باش يخفف من المعاناة ديال الساكنة، مع التوجيهات ديال وزارة الصحة والسلطات اللي كتطلب من الناس يبقاو في دارهم. فمختبرنا قرر باش ان الناس اللي ميمكن لهم شيء يجيو للمختبر او ما باغين شيء يخرجوا من دارهم باش يجيو للمختبر، كنتنقلوا عندهم وكنستخلصوا الدم ونقوموا بالتحليلات عندنا في المختبر ديالنا ونرجعوا النتائج. وهاد العمليه ديال التنقل كتكون بالمجان، وبعد القيام بالتحاليل غادي نرجعوا للناس نتائجهم في اقرب وقت، اما عن طريق التطبيقه ديالنا اللي كاينه في بوابه الانترنت ديال المختبر، او الا غنرجعوا لهم نتائج مطبوعه ومكتوبه في غلاف كنوصلوا لهم حتى المنزل ديالهم. وهنا كنبغي نركز على الناس اللي هما مسنين واللي هما عندهم امراض كبيره، يعني مزمنه، والاطفال الصغار والنساء الحوامل، باش حنا تنقلوا عندهم ما كاين لا شي تعذبوا يجوا حتى للمختبر خلال هذه الازمه. وكنبغي نطرق لواحد النقطه اخرى في هذا الفيديو. عندنا بزاف ديال التساؤلات من الزبناء ديالنا والناس اللي كنعرفوا، كيسولونا واش المختبر ديالكم كيقوم تحليلات ديال كوفيد 19 ديال فيروس كورونا. هنا كنبغي نقول لهم بانه حنا ما كنقوموش بهذه التحليلات، لان وزاره الصحه عطينا تعليمات ومصيانا باش ما نقوموش بهذه التحليلات، باش تبقى الوزاره هي الوحيده اللي كتنسق واللي كتاثر هاد التحاليل وكتاثر هاد المرض من الاول ديالو حتى الاخر ديالو، يعني باش كتقوم بواحد التاطير ديالو كامل. اذا اي ما كاينش شي مختبر في المغرب اللي هو مختبر خاص كيقوم بهاد التحليلات. وكنبغي نشكركم على الاستماع ديالكم، ونتمنى لكم ان شاء الله رمضان مبارك سعيد، وان شاء الله نتمنى باش هذا الوباء يزول ان شاء الله، يدوز بسرعه، ونطلب من الله باش يشفي الناس اللي هما مراد ويحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله. وشكرا.